اشتقت لك كتير يا روح قلبي حبيبي. دخيل قلبك معي ليلى. بنتي ليش طلعتي ركض من غير ما تسلمي علينا؟ لأنه اشتقت لمروان. عذبكن؟ يعني أكل ولا بكي مثل العادة بابا؟ لا أكل، ما تشغلي بالك. وقبل ما ينام عالية غيرت له كل تيابه كمان. يعني بتنق وبتحكي بس ما في منها عالية، المرأة عندها ضمير. كتر خيركن. ايه احكي لي يلا. عادي. لك معقول بس هيك؟ يعني كيف كان الشغل، مريح ولا متعب؟ وحكمت بيك انبسط من شغله؟ بظن انبسط، طلب مني ضل ترجم له لبه ما يمشي الشغل ويفتتح المطعم الجديد. منيح، معناها مبسوط كتير من شغلك. والمصاري؟ قلت لي المصاري. ايه ها؟ ايه المبلغ مو قليل. شبك شوفي، انا صرفت عليك لكبرتك واجا الوقت لتردي الجميل، مزبوط؟ انا ماني بحاجة مصاريكي بنتي، بس اذا بقيوا معك بتصرفيهم بلا ما تحسي، رح ضبهم كرمالك انت وابنك. بكرة او بعده بتجي لعندي عم تبكي وبتطلبي مني ادعمك ووقف جنبك. تصبحي على خير. حاساس رح تعطيني لما اطلب. شو عم تساوي؟ لك ايه بدون قصدي وقعتها، كمان بدك تحاسبيني؟ عندي امتحان بكرة ولازم ادرس. شيلي لي ابنك وطلعي لبرا. تعا ابني، تعا حبيبي، تعا تعا تعا. غليظة. اللي بيسمعها عم تحكي بيقول ما عم اهتم فيها، والله ما عاد فيني اتحمل. خلصنا، روق شوي، ما تضل تفكر بالقصة. بتصير هيك مناقرات بين الرجال ومرته؟ اسمع اخي، لازم تصبر على المخلوقة، التعصيب ما رح يفيدك بشي، بالنهاية بيناتكن سيلين. والله ما في غيرك كاسر لي ظهري، بقول لحالي لتكبر كمان شوي. الأحسن استنى، يعني لبين ما تكبر سيلين شوي وتستوعب وضع أهلها. بس بكل يوم عم يمر أنا عم تقل طاقتي وعم أتعب، تعبت وأنا عم حاول أنقذ زواجي. طبعاً هذا غير التفكير بموضوع كيف رح كمل حياتي. مو لهالدرجة أمير، أوعك تخلط القصص ببعضها. بعدين يلي بيطلب الطلاق هو يلي بيندم، أنت بتجي لعندك أكتر من معجبة باليوم. جهاد لا تبلش، صاير عم تحكي مثل أمي. حكي غلط؟ بعدين أنت ما بتعرف الحياة شو مخبيت لك، وخصوصي للرجال شخصية مثلك. ميرنا رح تندم مع الوقت وتصحى، ورح تحط عقلها براسها، ورح تصلح كل يلي انكسر وترجعه مثل أول. إذا بدك نام عندي اليوم. لا ما بدي حسس سيلين، أصلاً ما عم يصح لي شوفها إلا الصبح. أنا منيح، لا تاكلها. عن جد جهاد شكراً، صرعتك. شو ما صار معك لازم تعرف يا أخي أني دايماً بظهرك يا أمير، وقد ما تعقدت الأمور معنا تذكر أنه أخوك معك وبصفك دايماً. متفقين ما؟ طبعاً متفقين. Thank you.
ايه هات احكي لي شو صاير معك. يا سيدي انور ما غيره قال في بيعه كبيره واجا اخذ مني مصاري. المهم اشترينا بيت وبعناه وكسبنا من ورا لهون ما في مشاكل. بعدين اجا قال في بيت تاني. رجعت نيمت المصاري؟ ايه نعم ونباع البيت. الاسبوع الماضي كان لازم المصاري ينزلوا بالحساب بس لهلا ما نزلوا. دورت على بيته، رحت على مكان شغله ما لقيته، طلعت روحي تقول فص ملح وداب. والله اذا راحت المصاري بنخرب بيتي. انت ما بتعرف عنه شيء؟ طول بالك، انور ما بيعمل فصول مثل هاي. هو واخي امير رفقات من 20 سنه عايشين مع بعض ومنعتبره مثل اخونا. طيب وين بده يكون اختفى؟ روق شوي استنى. يا ربي. الو نعم ميسون مرحبا، كيفك؟ انا جهاد. تفضل جهاد بيك. اليوم الصبح انا كنت عم شوف حسابي، عم استنى تحويل مبلغ من امبارح كان لازم يتحول بس لهلا ما في حركه. انا قلت بيكونوا هلا صاروا بالحساب، فيكي تتاكدي لو سمحتي؟ يلا ثواني خليك معي. لا استاذ ما في تحويل لحساب حضرتك. يعطيكي العافية، أنا جهاد بدي أحكي مع أنور. أنور بيك لهلأ ما وصل أستاذ، نحن كمان عم نتصل فيه وما عم يرد علينا، موبايله مسكر ومانه بالبيت. إذا إجا بتحب خبره شي؟ قلتلك أنا بدي الزهر. أف سيلين ليش ما عم تفهمي علي؟ البوط الأبيض أحلى مع تيابك، البسي لشوف. يلا الزهر أحلى معان. خلصنا سيلين يلا. خلص طيب خلي أميرتي كرمالي هالمرة تلبس اللي بدها اياه. تعي البسي الزهر. مو ملاحظ انه حديثنا مبارح ضل ناقص ولازم يتكمل؟ رح وصل سيلين على المدرسة وبرجع حياتي. يلا حبيبتي قولي باي لماما، مبين مستعجلة لتودعنا. باي باي. باي باي. هاتي ايدك. وين مختفي أنوار؟ جهاد؟ بتعرفي حدا من أهل أنوار بيقدر يوصلنا إله؟ ما عدا أمه، اتصلت فيها وقالت لي ما بتعرف وينه. بتعرفي حدا تاني؟ ما قدرت أسأل أمير لحتى ما يشك بشي. ليش بشو بده يشك؟ الحقير مو مبين، موبايله مسكر على أساس من مبارح يحول المصاري. كينان كان عندي وكمان كان رح يقبض من بيعة البيت بس ما حول له المبلغ. إذا بيطلع ناصب علينا. لك خزنة أمير فاضية، شو بدي أقول له؟ ما بيعملها أنوار، مستحيل يعملها، أكيد في غلط. إيه لكن وينه هذا الحقير؟ مو مبين له أثار، من الأول ما كنت حابب أشتغل بهالقصص. ميرنا 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 لوين رايحة؟ ميرنا انت بتعرفي شي ما هيك؟ ميرنا وانت عطيتي مصاري؟ انا الحق علي سمعت منك قال ما منقول لأمير ومنعمل له مفاجأة. تفضلي خرب بيتنا. يمكن صاير معه شي لهيك مو مبين. أنور مستحيل يتخلى عني. إن الرقم المطلوب مغلق. لكي يلعن هالحظ، معناتها أكيد سرعنا. بيكون نصب على كينان كمان، أخذ منه مبلغ كبير. أوف شو بدي أقول لأمير هلأ يا ربي؟ ميرنا شو بدي أقول لأمير؟ وفي دفعات شو من شانه؟ لك نحن ساحبين قروض من البنك. أنور ما بيعمل هيك فيني، بيكون عنده تبرير للي صار أنا متأكدة. تبرير مين؟ المصاري أكله على أساس يحولي المصاري، ولما ما رد علي من هبلتي قلت عادي أكيد بيرجع بيتصل فيه. لا أنا متأكدة إنه صاير معه شي، لو عن جد هرب كان بعت لي رسالة. يلا أنور يلا لو سمحت رد على الموبايل. الرقم المطلوب مغلق.
مولا. جهاد كرمال الله اتصل بالمستشفيات كلها، انا خايفه يكون صاير له شيء، من امبارح ما عم اقدر اوصل له ابدا. بس لحظه استني، ما فهمت انت شو قصدك بانه لو هرب كان بعث لك رساله؟ وليش من امبارح عم تتصلي فيه لانوار؟ بدي اساله عن شغله. لا يا قلتي لي شغله، ها حتى انك مو قلقانه اذا امير عرف بتخبيصنا. ما في على لساني غير انه انوار ما بيعمل فيني هيك. طلعي فيني، لا تكوني انت وياه. بلا حكي فاضي جهاد. معناتها مشان هيك طلبت الطلاق، شديتي ظهرك بهالحقير وخنتي الامير. احكي شو في بيناتكم، قولي يلا. بسببه ما معقول كرمال هالواطي بدك تترك امير ونبكي عليه عيشته للسلامه لتكفوا عليكي وتصادر في صاحبك عم يمارسك فيك جريمه. احكي بابا. الماما بتكون زعلت مني لانه ما سمعت كلمتها، ما هيك؟ لا يا روحي ما هيك، امك بتعصب لما بتلبسي اكثر من 3 الوان. يعني انت ما دخلك لانه اللي مضايقها انسجام الالوان. شو يعني انسجام؟ الانسجام يعني مثلا الانسجام هو التناسق، مثل حركه ايدي هي. الانسجام هو كل شيء بيكون ضابط مع بعضه، مثلا انت منسجمه مع بعضك. شو هذا اللي عم تقوله؟ انت بتحاول تشرح لي كل شيء بس انا ما عم افهم يلي بتقوله. بس انت من كتر اسئلتك بتتعبيني، منشان هيك ما بعرف جاوب. كيف يعني؟ كمان رجعت تسأل. ماما معصبة منك صح؟ انت وياها رجعتوا تخانقتوا مبارح؟ لا يا روحي اسمعيني منيح، انت مو بتشوفي احيانا بالقصص الامير والاميرة بيبعدوا عن بعض بس بيرجعوا باخر القصة؟ وهيك رح يصير معي انا وامك. انت اوعك تخافي وما تفكري كتير بهالقصة هي. انت فوتي على حضانتك والعبي وتسلي مع رفقاتك هلا، وحاولي ترسمي شغلات حلوة، وتذكري انه انا وامك منحبك كتير. اتفقنا حبيبتي؟ اتفقنا. معناتها صباح الخير سيلين. صباح الخير، يعطيك العافية. يلا باي يا حلوة. باي بابا. ألو نعم؟ إيه طبعاً، مرتي. لا ليك شو جبتلك؟ دبس من اللي بيحبه قلبك. جبت كرمالك أنت حبيبي من عند البقال، لقيته بالصدفة. طلع كمان جبت من العسل اللي بتحبه ديما، فتحت أمك حياتي. هات ميلي. ليلى أبوك خلص الشاي، صبي لي أنا كمان. أي دخيل هالصباح حبيب قلبي. صباح عود ابني. ليلى جيبي لسامر شاي. ايه ديما ما فائت؟ اترك البنت تنام شوي، راح تمرض من قلة النوم وصوت الولد. وينهم هدول؟ لك وين محطوطين؟ الفيل بيضيع بهالأوضة. يا بابا لا تفتح لي موضوع الطيارة والسفر أبدا، سفر ما في وانتهينا. خلاص ما تنزعلنا مرقنا من الصباح، انسالنا هالبنت ابني. شو هي انسى؟ أنا بحبها وبموت فيها؟ يعني كرمال تذكرتين طيارة بدك اترك البنت بعيدة عني؟ شو هالمنطق هاد؟ ما بيصير. والحب اللي بيناتنا، قطعنا وعود لبعض. لك في أب بيقول لابنه تخلى عن البنت اللي بتحبها وبلا ما توفي بوعدك لألا؟ بدك يقوله ما عرفت تربي ابنك؟ ليش انت تركت فيها ترباية؟ ها؟ لك ما بيطلعوا مرتين اللي شفتها فيها ولا البنت، من وين طلعت لي بقصة بموت فيها وهالدراما هي؟ بعدين هي فايتة على طمع وبدها تعيش مرفهة، انا بعرف اهلها منيح، هي مفكرتنا عايشين بقصر والمصاري طامرتنا. وانت ليش اكل هم المصاري؟ جاوبني. مو على اساس شغلك مع حكمك. لك صالح شو عم تعمل؟ شو قال الولد؟ مثل العادي عم يحكي حكي سخيف مثله، شو بده يكون قال يعني؟ شرف، وهي مثال قدامك. بهالزمانات اختك انضربت على قلبها وحبت، شو صار؟ انا بقول لك قعدت هي وابنها بخلقتي. ماني قدران اصرف عليك انت وياها، مانك شايف حالتي على قدها؟ العمى اذا فيكم احساس.
حقيرة. صباح الخير ليلى. بنتي حكمة اتصل قال في عشاء عمل المساء، راح يبعث لك مربية للصبي، اعملي حسابك. شكراً، رح أجن رح أجن. هلو بيبي، يا عمري. ليش ما حكيتني؟ انا هلا كنت رح اتصل بس شغل ومضغوط، يعني دوبني عم ملحق. اي لك شو صاير لحتى حبيبة قلبي عيونها دبلاني؟ ما تضحك علي بكلمتين حلوين هلا سامر، الك كم شهر بتقلي كل شيء تمام وما عم يزبط شيء. ليكي حبيبتي لما بتحكي معي بهي الطريقه بحس حالي كتير داون وممكن باي لحظه اني اختنق. بليز دونت دو ذات. المسا جايين جماعة لعند أهلي ليطلبوني. كيف؟ مستحيل. كيف 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 بيتجرأوا؟ ما بيصير. دامت بليز بليز اطلعي فيني هون، انتي لإلي أنا وبس، عم تفهمي ولا لا؟ ها؟ هو إزت أنا بعرفه؟ مين هذا الحقير يلي بده يعني انزل يرتكب فيه جريمة؟ كل اللي عم بيصير فينا بسبب أهلنا على فكرة. حبيبتي دونت كراي بليز، لا تبكي اذا بتريدي تطلعي فيني. هي بس 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 بترجاكي لا تنزل دمعتك. ليكي ليكي انا 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 اكيد رح الاقي حل للقصه. هي من حبيبي انا، ردي علي وقولي من حبيبي انا، ردي علي وقولي. لك ايه هيك هالضحك من الاول؟ ما بدي اشوف دموع. ايه انا رح اجي لعندك. ماشي، وبعدين رح نشيل المحابس اللي حاطينهم برقبتنا ونلبسهم. ابي وصل، انا بحبك كتير يا عمري، ما تتركني سامر ابدا. بحبك اكتر. لك يلعن هالحظ. اسمعني ولا لا، امك ولا اخواتك بيعرفوا شو بيشتغل حكمت، حتى انت ما بتعرف. عم تفهم علي؟ بتعرف شو ممكن يصير فينا اذا عرفوا؟ لك انت ما فيك مخ؟ اصحك ها، جرب تزلق بالحكي مره تانية وشوف وقتها كيف بدي اورجيك التربايه على اصولها. تضرب بهالراس. لك شو هالعيشه هي؟ دكتور مور، أنا زوج ميرنا واللي كان معه هو أخي. العملية نجحت الحمد لله، بس بقى عنده ضربة بمنطقة الرأس وللأسف لسه لهلأ ما تجاوزنا مرحلة الخطر، ومدام ميرنا هلأ بالعناية المشددة. وأخي؟ بالحقيقة أستاذ نحن عملنا اللي بيطلع بإيدنا، عن جد بعتذر كتير، الله يرحمه. ابني هلأ نايم ومستحيل إنه يفيق قبل ساعتين، صدقيني
ما رح اسمح لك، هالشي مستحيل. المربية ما اجت على البيت، شو اعمل؟ بترجاكي ما بقى فيني غيب، وإلا بعدين بنحرم من الكورس. بترجاكي. حبيبة قلبي أمير بيك، إن شاء الله العمر. سيلين اليوم كانت شاطرة كتير بالدرس، مو هيك أنسة؟ سيلين دائما شاطرة ومتفوقة. ماما ليش ما أجت معك؟ ومبارح كمان ما أجت على البيت. حبيبتي أمك سافرت بشغل. بس أمي ما بتشتغل شي. إذا قبلوها رح تشتغل. ليش ما أخدتني معها بقى؟ كنا منتسلى مع بعضنا. طيب مين رح يدير باله علي أنا؟ أي صح مزبوط. إذا ما مسكت إيد البابا بالعجقة هو ممكن يضيعه، لهيك رح يدير بالي عليه كتير منيح. برافو حبيبتي، اسحك تتركي إيد البابا كرمال ما يضيع. يلا تعالي. مرحبا. أهلين حكمة بيك، معذب حالك، لو خبرتني بالمكان كنت أنا بجي لحالي. ولو عذاب شو هاد؟ أولاً على طريقي وتاني شي الطريق طويل، يعني قلت بورجيك المستندات اللي بعتوا لي إياهم المستثمرين مشان ما تلاقي صعوبة قدامك. شكراً، كلك ذوق، يسلموا. بتشكرك كتير بخصوص المربية كمان، عن جد عذبت حالك. بس أنا يلي رح أدفع للإجرة لو سمحت، أصلاً حضرتك عم تدفع لي مبالغ كبيرة وخصوصي بآخر اجتماع، هذا أكتر من اللي بستاهله بكتير. شكراً لك. وبعد إذنك حكمة بيك، أنا اليوم ما بدي مصاري من حضرتك بنوم. معقول هالحكي؟ وقتك عم يمضى وأنت عم تترجميلي، وأنا من النوع اللي بحب يكونوا موظفيني مرتاحين. يعني إذا بيضل بالك عند مروان كنت رح ترتاحي بالشغل؟ شفتي؟ يعني هذا موضوع كان لازم أنا يلي حله. بعدين أنت أبطي اللي بتستهلي، ماني شايف إنه في داعي للنقاش. وشك كان خير، يعني أنا ما بأمن بالصدف أبداً. يوما جبرت إني أخذك معي بدال المترجم اللي ترك، بس أنت قدرت إنك تقنع الجماعة برأيي وأثرتي بالمستثمرين. حكيك بخلي الواحد كتير يوثق بحاله، وإذا شغلي منيح فأنا بكون فخورة. معناها تفضلي. يسلموا إيديك. ولو هاد وجاي لياخدها من على الباب كمان. والله أنا مالي مستنطفة الشغلة منوب. بالزلمة ما كان عايش برات البلد؟ مو قالك بيضل مسافر؟ أو الجماعة أكيد بيعرفوا إنجليزي وبيحكوا بيتفاهم معهم لأنه هي اللغة عالمية. أي طبعاً مزبوط حكيك، بس حكمة بيك ما بده يروح أي تفصيل مهم. وغريبة أنه بعت لنا مربية للصبي كمان. لك أمي من كل عقلك، يعني مين ليلى لحتى حكمة بيك يعبرها؟
لك اسكتوا بقى، أنا اللي رشحت له البنت لتصير مترجمة ومحترم بنتي شوي كتير عليها. يلا أنا رايح. حياتي مع السلامة. خاطركن. الله يكون الله معك. الله يصبرني. شو عم تعمل هون ولا؟ ها؟ ولك انت غبي يعني؟ بركي شقوا الكياس؟ انت بتعرف قديش حقه الواحد؟ بابا انا وقت كنت عم بشتغل فكرت وقررت. انت مو قلت انه رح نحمل الاغراض اليوم المساء؟ ايه لهيك قلت بجي وبحضر كل شيء من هلا، يعني لنخلص على بكير. اه هدول ما لهم شغل. اه بدك جيب البقرات؟ يلا بسرعة. يلا. لك لسه مو قدران يشوف قدامه وقال شو بده يتجوز. قديشك غبي، استعجل خلينا نخلص من هالقصة بسرعة. سيلين نامت. يا بنات حضرت لكم الغرفة تحت، فيكن تناموا فيها اتنيناتكم. لا رح نرجع على بيتنا. ايلول ما رح ابعدكم بهالوقت لحالكم، وبكره رح نروح ونضب كل اغراضكم. وليش لنضبهم؟ انا بعرف بالضبط شو اعمل. انا اللي كنت دير بالي على ابي وعلى اختي. خلص عمي رح نرجع على البيت. وانا ما رح اسمح لك. والبيت بكره رح نسكره. رح خبر صاحبه من الصبح. من اليوم ورايح انتوا رح تعيشوا عندي. لك بسبب مرتك الفاشلة أنا خسرته لأبي، يا ريت تعرف هالموضوع كتير منيح. لهيك عمي نحن هلأ ما عدنا بحاجتك، ويا ريت ما عاد تتدخل فينا لو سمحت. إيلول كيف عملوا الحادث؟ جهاد كان هون بالبيت ما هيك؟ ليش كان مع ميرنا؟ ما بعرف شي بالمرة. أنا رحت لوصل سيلين على مدرستها وما كنت بعرف إنه أخي جاي لعنا. بقى ليش إجا جهاد وليش طلع مع ميرنا بالسيارة ما بعرف. وإذا ما فاقت ميرنا نحن ما رح نعرف شو اللي صار. أنا طعمته ونيمته. شكراً. التاكسي عم يستناك. تصبحي على خير. وأنت بخير. شكراً. حبيبي أنت؟ يا عمري أنت؟ حكي لي شو عملت بغيابي؟ لعبته كتير؟ سليت مع المربية؟ ايه بس الماما اشتقت لك كتير. انت ما اشتقت لها للماما كمان؟ يا عمري انت بنتي ليش تأخرتي لهلأ؟ طول الاجتماع، انت بتعرف الشغلة مو بإيدي. يلا تصبحي على خير. تلاقي الخير.
أكيد سامر. بسيطة، أنا بفرجيك. يلا يا سامر فكر. يا الله يا الله على هالقصة هي، شوفي بنص الليل. سامر افتح الباب. خير شو بدك؟ ليش مقفول الباب؟ يعني مشان ما تكون غرفتي أوتوستراد للرايح والجاية بس ما أكتر. ليلي يلا. لك سامر. آه اسمع، هدول المصاري طلعت عيوني لضبيتهم كرمال مروان، ليش أخدتهم؟ أي مصاري هي؟ ما فهمت عليكي، شو قصدي؟ الصبح كنت عم تتخانق مع بابا مشان المصاري، مشان هي البنت اللي بدك تتجوزها، بعد هيك. لا أنا شو دخلني بمصرياتك؟ خراس. لك أنت مريضة يا بنت، شو قاعدة عم تعملي؟ لك جنيتي أنت، جنيتي؟ قلت لي جنيت. يا الله منك. شو هاد أنت وياها؟ شو هالصوات؟ جاية عم تفتري علي. قال شو أنا سرقت لها مصرياتها؟ شو هالحكي؟ ابني مو بحاجة لمصاريكي، أنت ما فيكي مخ؟ بحياتي كلها ما شفت هيك قلة أدب. لك ما بتخلوا الواحد يعرف انها مشوفي هلا. صالح بنتك عم تقول عن ابني حرامي. ليش حرامي؟ بابا اسمعني، كنت شايله كم قرش على جنب من زمان لوقت ما احتاجهم، وهلا ما لقيتهم، وانا قلت يمكن سامر تدينهم مشان شي شغله لازمته. لو هيك كان قالك انه تدينهم. لك ليك اسمعي ليلى، يمكن انك ما تكوني طايقتيني اوكي، ويمكن كعقليه ما لنا متفقين مع بعض اوكي، بس ما بسمح لك انك تهينيني وتتهميني بالسرقه. احسن لك تحكي باسلوب احسن من هاد والا بتندمي. دن شكله المبلغ كبير لحتى مرعوبه هيك. هو ما له مبلغ كتير كبير، انا كنت شايلته من فتره كمصروف، او يعني اذا لزمني شي شغله فجاه. كانه مصرين عليكي بشي انت وابنك ليلى خانهم، خليكي عم تخبي بالمصاري هون هون وضيعين وتهمينا، عن جد غريب. شو هالمسخره هاي؟ بنتك زودت او ما بقى فيني اسكت؟ خلاص عالي اسكتي بقى. لا ما بدي صالح، لا انت رح ضل هيك ساكتة، بكفي الاهانات اللي عم يدوقوها اولادي، حاجة هيك كتير يا بالشوم عليكم. حاجة خناق بقى بنصاص الليالي، يلا كل مين عغرفته خلصوني. بعدي. شو هالعيلة الفاقسة هي؟ حيوان ما له صحة. كيف يعني؟ ليش ما قدرتوا تسحبوا مصاري؟ ممكن تشرحوا لي شو اللي عم يصير؟ حسب ما فهمت أخوك كان له الصلاحية بالتدخل بحساب حضرتك، ما هيك؟ إيه صح، لأنه عامل له وكالة عامة، يعني شي طبيعي. بس جهاد بيك حول كل مصاري حضرتك لحسابه الشخصي وبعدين سحبهم، وأنا ما بعرف وين انصرفوا لأنه ما عندي بالسجلات أي معلومة. طيب والمصاري اللي بحساب ميرنا؟ في عنا قسط المبنى لازم يندفع هذا الشهر، والرواتب، وفي التأمينات والضرائب كمان. بعرف وصعب نأمنهم. شو بدنا نعمل؟ يعني أنا أفلست؟ بيت حضرتك مرهون مشان المطعم، والدفعات إلى فترة ما اندفعت للبنك، وفوائد القرض عم بتزيد، غير رواتب الموظفين. أنا برأيي تلحق تسلم المطعم قبل ما تزيد الدفعات عليك. Thank you.
صوتك ما كان طبيعي، انشغل بالي. خير صاير شي حكمة بيك؟ البضاعة ناقصة. اتصل حسان قال انه في 3 أكياس ناقصين. ما بظن صالح يكون غبي لدرجة انه يغلط بتالت حمولة، وإلا ما كنت وثقت فيه. ما يكون في غلط. اللي راح يعرف هذا الغلط هو نحن وبس يا أغيات. صالح. لا مستحيل، نحن واثقين من البضاعة اللي بعتناها بيكون في غلط. يمكن يا بيك العلف يكون واقع هنيك. عم يقول العلف مواصل بنوب. الغريب انه في 3 بقرات مرضانين. صالح انا ابدا ما بسمح انه رجالي يبعتوا بقرات مو مناح. بسيطة، نحكي بس شوفك. يا رب شو المصيبة هاي. شو عم تعمل هون ولا؟ لو بيعرف مكانه كان حكى. قال انسرقوا منه الغبي، لأنه غبي روح الكياس من إيديه. الولد طايش كتير، أصلاً عقله مو براسه هو، وحتى ما عنده مخ ليفكر فيه، وحابب وحده وطلب مني مصاري ليسافر ويتجوزها وما عطيته، لهيك سرق الكياس. أنا داخل عليك، بوس إيدك حكمة بيك، هالمرة زرعها بدقني. بترجاك اخصمها من معاشي، وشو بدك أنا بعمل؟ طيب وانت شو عم تستنى مني؟ أغياد أكيد عطاك فكرة عن الأمور المادية، بحقلك تختبرني 6 شهور. طبعاً إذا حققت أرباح بنسبة 25% بطلب اجتماع. بهالاجتماع بدي حق الامتياز. ما بعطي حق امتياز بنوب. يا حكمة بيك، بعد 6 شهور منعمل اجتماع ومنحكي. خدوا عبيت الجبل وما بدي حدا يشوفكن، وخلصوا عليه هنيك. أمرك. اسمعني حكمة بيك، خليني اشرح لك بس بعيوبك. أغيد روح وجيب لي قميص نظيف بسرعه. ولما يجي حكمت لهون وما يلاقيكي اكيد رح يدور عليكي، ولبين ما ينزل لتحت انا بكون كسبت وقت وطلعت ابنك. ليلى انا ممكن اكسب 10 دقائق، بس انت ما ضل معك وقت كتير، كان معك 2 دقيقة وروحتي منهم 1. خلصيني لو سمحتي، اطلعي اركبي بالتاكسي، بنلتقي وبعطيكي مروان، اتفقنا؟